السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. درس النهارده زي ما انتم شفتوا من العنوان كده ان احنا هنبدا نحول شخصيه انمي، الشخصيه اللي قدامنا في الموبايل دي، الى شخصيه حقيقيه او شخصيه واقعيه. طبعا التجربه دي انا اول مره اجربها معاكم النهارده قدام الكاميرا، فلو عجبتكم التجربه في النهايه اكتبوا لي في الكومنتات اقتراحات لشخصيات انمي انتم متابعينها علشان نبدا نعمل لهم دروس ان شاء الله ونحولهم من شخصيات انمي لشخصيات واقعيه. لكن قبل ما نبدا الشرح بتاع النهارده بقى كالعاده بفكركم انزلوا اعملوا لايك للفيديو حالا قبل ما تنسوا، ولو لسه حضراتكم ما اشتركتوش في القناه اشتركوا حالا وفعلوا زر الجرس وخلوا الاشعارات على الكل علشان توصل لكم اشعارات الدروس بتاعتنا كل يوم في ميعادنا الساعه 4 بتوقيت مصر والساعه 5 بتوقيت السعوديه والعراق. وكمان انضموا لجروب الفيسبوك علشان تشاركوا عليه اعمالكم ورسوماتكم باستمرار وتاخدوا رايي وراي الفنانين عليه، وكمان التليجرام وتابعوني على الفيسبوك على حسابي وانستجرام، هتلاقوا كل اللينكات دي في الديسكربشن بوكس تحت عشان ما اطولش عليكم. ويلا بينا بقى نخش في الشرح بتاعنا. اول خطوه يا فنانين زي ما انتم شايفين كده ببدا استخدم قلم رصاص درجه 2 اتش، يعني قلم رصاص درجه خفيفه مش شرط 2 اتش، ممكن اتش بي او 3 اتش اي درجه، وببدا اعمل دايره زي ما انتم ملاحظين كده. الدايره دي وظيفتها انها بتحدد لي حجم الراس بتاعه الشخصيه اللي انا هرسمها. دي اول خطوه. ثاني خطوه ابدا اعمل زوم شويه في الموبايل علشان يظهر لي حجم الراس اكبر. والافضل لو انت متوفر عندك تابلت بيكون الرسم من عليه اسهل بشكل كبير. دلوقتي ببدأ اعمل الخط بتاع العين، الخط المستقيم اللي هرسم عليه العينين، وزي ما انتم ملاحظين هو مايل ناحية الشمال لان الوجه اللي في الصورة او الوجه الشخصي الانمي مايل ناحية الشمال. وبعد كده بعمل خط المنتصف اللي بالطول اللي هيترسم عليه نص الانف والفم، وبعد كده ببدأ اقسم خط بسيط خالص للانف كروكي، خطوط كروكية كلها، والعين زي ما انتم ملاحظين دي كلها خطوط كروكية عشان تحدد لي المقاسات بتاعت الاعضاء اللي هرسمها، وده طبعا الفم، وتحته على طول المفروض هيكون الدقن. الخطوه الثانيه فنيا ان انا هبدا بقى ارسم العين بالراحه خالص زي ما احنا متعودين في البورتريهات الواقعيه. برسم القناه الدمعيه بشكل مشطوف شويه او شكل رفيع اللي هي الحته الصغيره دي، وبعد كده ببدا ارسم العين بالزاويه بتاعتها. العين لاحظت ان هي برده مايله ناحيه اليمين لتحت شويه وطالعه من ناحيه الشمال فوق شويه، فعملتها مايله زي اللي في الصور. انا عملتها مره قبل كده بس كانت مستقيمه فمسحتها، ودي ثاني مره اعملها عشان لو كده تلاحظوا في خط خفيف قوي تحت اهو. بعد كده هرسم العين التانية نفس الكلام برضو، القناة الدمعية رفيعة بالراحة خالص. لازم يكون العينين طبعا بنفس الميل بتاع بعض، مش حاجة مختلفة عن التانية. وبعد كده ببدأ ارسم الدايرة اللي جوه العين اللي هي السوادة او انسان العين او البؤبؤ او النني ايا كان اسمه ايه اهو. ولازم برضو طبعا الدايرتين اللي في العينين يكونوا قد بعض، ما ينفعش يكون دايرة اكبر من التانية، ده غلط جدا. وهرسم الخط اللي بيكون تحت العين او الجفن التاني اللي بيطلع من الرموش، وفي تانية بتكون فوق العين طبعا طول ما العين مفتوحة التانية دي بتكون موجودة. وهنا ببدأ ارسم الحاجب، رسمت الحاجب بنفس الميل لكن لما اظلله اخليه واقعي شوية عن طريق ان انا هزهر فيه خصل شعر بسيطة او شعيرات بسيطة كده. هنا ببدأ ارسم الانف، طبعا برسم هنا برضو التظليل، بعمل شوية تظليل كده بالتو اتش بنفس القلم ده كله بقلم واحد اللي هو القلم التو اتش، وشوية رموش مش مستعجل وشغال براحتي خالص. ببدأ اعمل تقفيلة الوش بقى، طبعا لو انتوا تلاحظوا هي وشها رفيع من فوق وبعد كده تخين من النص شوية من عند العين كده اهو، بعد كده بينزل على رفيع تاني. طبعا انا مش هنزله بنفس الرفع بتاع الدقن بتاعها ده لان الرفع بتاع الدقن ده مش في شخصية واقعية اطلاقا، فلازم ان احنا نخليه رفيع بس تخين شوية اتخن من الشكل اللي عندنا. دلوقتي هبدأ انزل في الانف بالراحة، بعمل فتحتين بتوع الانف والجنبين. طبعا الانف عملتها بناء على الخطين اللي انا عملتهم من البدايه، الخطين المستقيمين دول اللي نازلين من القناه الدمعيه. غالبا الانف بتكون بنفس السوى او بنفس المسافه بتاعت القناه الدمعيه بتاعت العين، يعني هتلاقوا على نفس الخط خط واحد. دلوقتي بقى هبدا اعمل الفم زي ما انتم ملاحظين كده بالراحه. الفم هيتعمل بنفس الحركه او بنفس الكسرات اللي في الشفه اللي في النص علشان الابتسامه ما تختلفش بشكل كبير، فلازم اعمل ابتسامه. وبعد كده هبدا اعمل الشفه اللي فوق خط خفيف كده. طبعا الموضوع كله هيكون متوقف على التظليل، التظليل هو اللي بيظهر واقعيه لاي شكل انا برسمه بالراحه خالص. الشفه اللي تحت هي بقها المفروض في الشخصيه الانمي كبير شويه بس انا صغرته علشان يكون مناسب مع الملامح بتاعتها. وهنا هبدا اعمل الدقن زي ما اتفقنا، الدقن هفضل اعمل فيه واعدل فيه لغايه ما اوصل لانسب حاجه مقاربه للشخصيه الانمي اللي انا برسمها. زي ما انتم لاحظتوا انا رفعت الدقن اهو بس مش رفيع قوي، مش حاد قوي زي اللي في شخصيه الانمي،
حسيت لو معوج شوية هبدأ أعدل فيه أكتر، مايل ناحية اليمين شوية، مسحت الشمال وهبدأ أعدل فيه تاني أهو. ما عنديش أي مشكلة أنا أعدل طالما أنا شغال بقلم خفيف، قلم تويتش، علشان الموضوع يطلع في الآخر مظبوط. طبعا أنا مختار شخصية برضو وشها مايل أو وجهها مايل شوية ناحية الشمال، فده مصعب الموضوع شوية، خصوصا إن دي أول مرة أرسم فيها وأحول فيها شخصية أنمي الواقعية، شخصية واقعية. صعوبة الموضوع في الشخصية الواقعية بقى اللي انت لازم تستنتج او تجيب اوت لاين او ملامح من الخبرة اللي انت اتعلمتها من الشغل الواقعي بتاعك، يعني لازم تكون دماغك فيها مخزون. بالراحة ببدأ اعمل بداية الشعر من فوق اهي، والاذن طبعا الاذن بتبدأ غالبا من عند الحاجب او من تحت الحاجب بشوية زي ما انا عملت كده، ونهايتها بتكون قبل نهاية الأنف بشوية. برضو في بعض البورتريات بتلاقوا نهاية الأذن مع نهاية الأنف بتكون كبيرة شوية يعني، بس طبعا هنا الأذن بتاعتها مش كبيرة، هي صغيرة. بعد كده ببدأ أعمل الشعر، هنا الشعر فيه نص نازل على وشها وهنا الفرق بتاع الشعر، هي شعرها مفروق من النص. طبعا دي ماشي، ممكن تمشي واقعية عادي. دلوقتي يا فنانين بعد ما خلصنا الاوت لاين هنبدا بقى نظلل. انا بستخدم دلوقتي قلم سنون مقاس 5 مللي، 5 من 10 مللي. هبدا بالراحه اعمل الرموش. الرموش بعملها من الرفيع، ببدا من القلم ده معايا رفيع وبتنتهي على العريض شويه بالراحه خالص، والجفن اللي تحت نفس الكلام، دايما الجفن اللي فوق بيكون اغمق من الجفن اللي تحت. وهبدا اعمل شويه رموش بسيطه خالص كده. ميزة القلم السنون اللي هو بيطلع لي الرموش بخط رفيع، لو مش متوفر عندك قلم سنون ممكن تستخدم قلم 2B عادي، رصاص عادي، وتبرس انه كويس جدا. وهبدأ احدد الدايرة بتاعتي، ولازم لما احدد الدايرة يا جماعة بفكركم انها تكون مظبوطة ما تكونش معوجة. دلوقتي هنبدأ نشتغل في الحواجب بالراحة. الحاجب بشتغله من الشمال، مش من اليمين للشمال، لان الغامق عندي بيكون دايما ناحية اليمين والفاتح ناحية الشمال زي ما انتم شايفين كده بالراحة خالص. وابدأ انزل بالحاجب على رفيع، نفس اللي عملته في العين دي هعمله العين التانية. احدد الجفن اللي فوق بالراحة وهطلع بالرموش على رفيع من الناحية التانية كده. احاول على قد ما اقدر اخلي العينين مطابقين لبعض بالظبط، عشان لو في عين مختلفة عن التانية هي يعني ممكن يكون في اختلاف بنسبة بسيطة، ده طبيعي، طبيعي بتاع اي حد اللي هو يطلع اختلاف بنسبة بسيطة، لكن لما يكون الاختلاف كبير بيبدأ هنا الشبه بيختلف. هنا بدأت استخدم ودانة، طبعا كلنا عارفين الودانة او عوض القطن، في ان انا اعمل احط مناطق الظل والنور في العين بالراحة خالص. طبعا كلنا بما اننا شغالين واقعي، معظمنا شغال واقعي، فمن كتر خبرتك في الشغل الواقعي بتقدر تحط مناطق الظل والضوء في البورتريه بناء على اي مصدر اضاءة عندك. غالبا هي المناطق، كل المناطق البارزة في البورتريه بتكون منورة، والمناطق النازلة لجوه او الغطسة هي اللي بتكون مظلمة شوية او معتمة. دلوقتي بدأت أعمل رموش أهو، موضوع سهل جدا ما بياخدش مني أي مجهود بالراحة خالص. هتلاحظوا بقى كل ما بضيف تظليل كل ما الأوت لاين أو الشبه بيجي أكتر. عملت الخط اللي فوق وعمل نفس الكلام في الحاجب بنفس التكنيك، من الشمال لليمين بقى المرة دي لأن الحاجب هنا معكوس. دلوقتي هبدأ أمسك القلم برضو السنون زي ما أنا وشغال بيه، وهبدأ أحدد بس مش تقيل قوي يعني، ما بتقلش ايدي قوي في خطوه تحديد الوجه من الخارج كده. ببدا بس اتقل على الخط اللي انا عملته في الاوت لاين عشان يظهر لي ملامح اكتر. زي ما انتم لاحظتم كده البورتريه شكله بقى بارز شويه لما حددت الخط الخارجي. الرموش اللي تحت بعيد عليها بالراحه، وامسك الودانه برضو واكرر نفس الخطوات اللي عملتها في العين الاولى، وهو اضافه بعض مناطق الظل. طبعا احنا مش هنكتفي بخطوة الودانة بس، لازم نخش عليها بقلم. ممكن نظلل بنفس قلم السنون اللي احنا شغالين بيه، او نظلل بقلم رصاص عادي التظليل اللي احنا متعودين عليه في كل الدروس. الموضوع بسيط جدا، بظلل من غامق لفاتح علشان اخلي المنطقة اللي فوق العين، دي كأنها بارزة، او كأن في حتة العظمة اللي بتكون فوق العين دي. طبعا كلنا عارفين المنطقة دي بتكون بارزة اللي هي في بداية العين من ورا من عند الرموش، هي المنطقة دي بالتحديد لازم تكون بارزة كده زي ما انتم شايفين. واللي بنخليها بارزة كده بالشكل ده عن طريق اللي احنا بنخلي التظليل من غامق لفاتح، متدرج يعني من غامق لفاتح. تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. دلوقتي يا فنانين ببدأ انزل التظليل اللي في الانف بالراحة. التظليل اللي في الانف برضه بيكون من النص غامق وبيطلع من الطرفين على فاتح، يعني الحتة دي اللي انا شغال فيها دي بالتحديد
بتكون غامقة وبطلع بيها على فاتح من ناحية اليمين وفاتح من ناحية الشمال. هنا الودانة بتساعدني بشكل كبير في المنطقة بتاعت الأنف دي زي ما انتم ملاحظين كده، ببدأ أضيف بيها التظليلات البسيطة دي وبتختصر معايا في الوقت وما بتاخدش معايا مجهود كبير خالص زي ما انتم ملاحظين كده. وطبعا زي ما اتفقنا ما بنكتفيش بخطوة الودانة، فبنبدأ نعيد عليها تاني بالقلم السنون. غمقت الفتحتين بتوع الأنف شوية وهبدأ أضيف عليهم شوية تظليل عشان تكون الأنف واقعية أكتر بالراحة خالص. وهنا بعمل التظليل الساقط من الأنف، ببدأ أضيف شوية تظليلات بالقلم السنون. نيجي بقى للخطوة دي مهمة جدا، إن احنا بنبدأ نظلل العين من الداخل، بنبدأ نعمل النقطة السوداء زي ما احنا متعودين عليها، طبعا موجودة في أي عين. بعد كده بنبدأ نعمل التظليل من الخارج، العين من الخارج يعني، بخليها غامقة من بره شوية وفاتحة من جوه، لأن زي ما انتم شايفين هي عينيها ملونة، فلو غمقتها فأنا كده مش هخلي عينيها ملونة أهو، وأخليها فاتحة من النص شوية، محبتش أغمق أكتر من كده. العين التانية نفس الكلام. بالراحة خالص. بعد كده من غامق لفاتح. دلوقتي بقى هبدأ أتقل على المنطقة اللي بين الشفتين، المنطقة الغامقة اللي بين الشفتين، والمنطقة دي بتساهم بشكل كبير في تغيير شكل البورتريه، يعني بتخليه واقعي أكتر زي ما انتم ملاحظين كده. بحاول على قد ما أقدر أخليه مظبوط، الموضوع سهل جدا يا شباب. لاحظت إنها تخنت من النص فرفعتها تاني وظبطتها، مفيش أي مشكلة زي ما اتفقنا. وببدأ أظلل الفم من غامق لفاتح زي ما احنا متعودين دايما. ونكمل برضو الشفة اللي تحت. بعد ما خلصنا الشفة اللي فوق اهو، يعني ببدأ أتقل برضو على المنطقة اللي في النص عشان تكون فرقة بين الشفتين، لأن الخط الغامق ده هو اللي بيفصل بين الشفة اللي فوق والشفة اللي تحت، فلو سبته باهت أو فاتح مش هيديني الغمقان المطلوب في الشفتين. نبدأ نضيف تظليل بقى في الشفة اللي تحت بالراحة خالص بنفس القلم، القلم السنون درجة 5/10 ملي. على ما اظن كده الملامح بدأت تظهر لكم بشكل اوضح. وابدأ بقى اظلل من غامق لتحت واطلع فاتح فوق، وغالبا نص الشفة من فوق بتكون لونها فاتح زي ما انتم ملاحظين كده. من هنا حسيت ان هي بقت عاملة زي شفة نانسي عجرم بالظبط كده، فحسيت ان هي لذيذة مش وحشة برضو، خصوصا ان هو في شخصيات الانمي عشان تحول شخصية حقيقية الانمي انت بتكبر الفم، يعني الفم عندها مش طبيعي، مش هيكون كبير قوي كده، فانا قصدت اصغره عشان يكون مناسب مع العين والانف والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين دي النتيجة النهائية. هنا بقى حبيت استخدم طريقة تانية في تظليل المساحات الواسعة وهو الفرشة. طبعا اظن الفرشة كلنا بنرسم بيها لو متوفر عندنا فحم، لو بنرسم بالفحم، ولو مش متوفر عندنا الفرشة ممكن نستخدم مثلا منديل او ودانة اللي هو العضو القطني يعني، او نظلل بالقلم بشكل عادي جدا زي ما ظللت عند العين وعند الانف. بس ميزة الفرشة انها بتنشر اللون باسرع وقت، فبتاخدش معايا وقت طويل يعني، لكن برضو لما ظلل بالفرشة مش هسيب اللون في النهاية كده، لازم ارجع اعيد عليه تاني بالقلم الرصاص علشان يديني تظليل واقعي زي ما انتم شايفين. اشتغل في الجبهة فوق. في الخطوة ده فنانين قررت اضيف لون اسود باستخدام لون خشبي اسود عشان اضيف اللون الاسود للبورتريه ويديله واقعية اكتر. وغيرت شكل الرموش كمان لو تلاحظوا، خليت لها مش عارف بتسموه ايه ده بصراحة، اللي هو الرموش المسحوبة دي، نسيت اسمها مش عارف اسمها ايه، المهم يعني حبيت الشكل ده اكتر زي ما انتم ملاحظين كده. فهبدأ اضيف اللون الاسود في البورتريه كله وهبدأ اضيفه في الحواجب. تحسوا اللون الاسود برضه بينطق البورتريه اكتر او بيديله شكل جمالي اكتر. ممكن ناس تحب تشتغل بالرصاص بس وما تحطش اللون الاسود ده، وممكن ناس زي تحب تشتغل باللون الاسود، بس انا شايف ان اللون الاسود بيديها جمال وشكل لذيذ زي ما انتم شايفين كده. بضيفه في كل البورتريه بحركات بسيطه خالص. تعال نشوف بقى النتيجه لما اضيفه. دلوقتي يا فنانين بقى انا ضفته في البورتريه كله، في الانف وفي الفم وفي العينين. هبدأ أظلل الشعر. طبعا الشعر مش هظلله يعني باهتمام قوي، لكن برضو هظلله بتكنيك واقعي شوية، هو تكنيك النتشات اللي احنا متعودين عليه اهو زي ما انتم ملاحظين كده.
ولازم اخد بالي من منبت الشعر اللي هو داخل الوجه ده، اللي هو اللي انا بعمله دلوقتي حالا، لازم يكون رفيع وخفيف زي ما انتم شايفين كده. الشعر هيغير من ملامحها اكتر. زي ما انتم شايفين كده تكنيك الشعر كله هيكون بالشكل اللي انا شغاله دلوقتي. ابدا احدد الاذن من بره علشان المنطقه اللي جنبها لونها اسود، عشان لما اجي اظلل ما تدخلش في الاذن من جوه وابوظها. التكنيك الطبيعي خالص ده. تعال نشوف الخطوه اللي بعد كده. في الخطوه دي فعليا بدات اكمل الشعر وعملت كام خصله داخله جوه البورتري كده، وما حبيتش اكمل اكتر من كده، حسيت ان لو كملت اكتر من كده هفقد البورتري جزء من جماله، فهنكتفي بالخطوه لحد كده. وهستناكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات تحت، التجربه كانت حلوه ولا لا، وتكتبوا لي كمان لو حلوه يعني لو عجبتكم تكتبوا لي اقتراحات في الكومنتات لشخصيات انمي انتم متابعينها علشان اعملها لكم في الدروس اللي جايه ان شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايك على الفيديو، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويخلي الاشعارات على الكل مش مخصصه، علشان توصلوا اشعارات الدروس اللي جايه ان شاء الله باستمرار. هستنى رايكم تاني في الكومنتات، ومحدش يكسل وانضموا لجروب الفيسبوك وقناه التليجرام، هتلاقوا كل اللينكات دي في الديسكريبشن بوكس وفي اول كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.